السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ كي دايرين مع الرواح او لا كورونا او لا؟ بزاف ديال الناس كيتصابوا هاد الايام بهاد الريحه هادي، وضمنهم انا نيت. انا دوزت واحد 3 ايام ولا 4 ايام الكاو، لكن الحمد لله دابا بخير. المهم، نتمنى تكونوا كاملين بخير. في هاد الفيديو غادي نشارك معكم افضل الهواتف من 1000 درهم ل 3000 درهم اللي ما تزادش الثمن ديالهم، اللي الثمن ديالهم بقى بلاصتو. كيما عرفتوا راه الاثمنه تزادوا مؤخرا، كنت شارك معكم فيديو ماشي بزاف هادي، عطيتكم فيه التليفونات اللي الاثمنه ديالهم تزادوا. في هاد الفيديو غادي نرشح لكم تليفونات اللي يستحقوا الشراء من 1000 ل 3000 درهم واللي الثمن ديالهم ما تزادش. يعني الا كان شي تليفون افضل منهم وتزاد الثمن ديالهم ما غاديش نرشحو، غنرشح فقط اللي الثمن ديالهم ما تزادش، حيت اصلا ماشي بزاف هادي. باش درنا فيديو على الترشيحات كان في نهايه ديال 2021، ولكن بطبيعه الحال السوق تبدلات، بزاف ديال التليفونات ارتفع الثمن ديالهم، وبزاف ديال التليفونات ما بقاوش اصلا في السوق من هادوك اللي رشحت. ما عليناش، بلا ما نزيد نطول عليكم اكثر، يلا ندخلوا لهذا الفيديو ان شاء الله ونتعرفوا على التليفونات اللي غادي نرشح لكم من 1000 ل 3000 درهم. رجعت لكم من جديد. قبل ما نبداو ديروا لايك للفيديو، دعموني بلايك للفيديو، وخلوا لي تعليق لتحت، اي تعليق، كتبوا اي حاجه في لي كومونتير باش الفيديو تريكوموند للناس اخرين باش تدعموا لاشين تكبر شويه، واشتركوا في القناه الا مازال ما مشتركين، وفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. طبعا حاليا مهتمين بالمحتوى، الا كتشوفوني من فيسبوك فشاركوا الفيديو مع اصحابكم، وماكراش تدخلوا عندي في لاشين ديال اليوتيوب وتشتركوا وتفعلوا الجرس. من افضل تليفونات في الفئه الاقتصاديه واللي الثمن ديالو ما تزاد ولا رشحته لكم بزاف المرات هو تيكنو سبارك 7 بي. هاد التليفون هذا اللي كيجيب افضل معالج في الفئه ديال 1300 درهم. هاد التليفون هذا الثمن ديالو كيدير 1300 درهم وما تزادش الثمن ديالو، باقي نفس الثمن ديالو، غير قليل شويه في السوق، ماشي كاع اصحاب المحلات عندهم، وانما هو راه مازال متوفر، وممكن انه توفر بكثره مره اخرى مع الايام. كما قلنا مره السلعه كتقلال مره كتطلع. المهم الا انت عندك ميزانيه ديال 1300 درهم فراه افضل تليفون غادي تاخذ هو تيكنو سبارك 7 بي. كيجي بمعالج جي 70 وهذا هو اللي كيميزو في هذه الفئه، وكيجينا بشاشه كتدعم معدل تحديد 90 هرتز. بالنسبه للناس اللي عندهم ميزانيه اقل من 1300 درهم فصراحه ما كاينينش شي تليفونات اللي كيحمروا الوجه، فاغلب التليفونات كتلقى فيهم 2 جيجا في الرام. ف 2 جيجا في الرام انا ما بقيتش ننصحكم تاخذوها، من الاحسن تفكر في تاخذ تليفون مستعمل وتاخذ فيه 4 جيجا في الرام ولا الاقل حاجه 3 جيجا في الرام، باش ما يبقاش يطلونط عليك. واخا راه 2 جيجا في الرام واخا ما تلعب به ما والو، غيعمر بالملفات ديالك تصاور وغيبدا يطلونط عليك. 2 جيجا راه ما بقى دايره والو. المهم انا نفضل نبدا من 1300 درهم طلع. جيو دابا الفئه ديال 1500 درهم. افضل تليفون غادي تاخذ في الفئه ديال 1500 درهم هو الانفينيكس الهوت 11. انفينيكس هوت 11 من افضل التليفونات في الفئه ديال 1500 درهم. كنت ديجا درت ليه مراجعه، حتى تيكنو سبارك 7 بي درت ليه مراجعه، والاغلبيه ديال التليفونات درت ليه مراجعه. غادي نخلي لكم الروابط ديالهم في التحت ديال الفيديو، واللي مهتم بشي تليفون يدخل يتفرج في المراجعه ديالو. المهم كيما قلنا الهوت 11 اولا الانفينيكس هوت 11 من افضل التليفونات اللي تقدروا تاخذوا ب 1500 درهم. اللي كيميز التليفون هذا بزاف هو الشاشه اللي كيجي بها، كيجينا بشاشه فول اتش دي بلس، وكيجينا بالمعالج المشهور في هذه الفئه اللي هو الهيليو جي 70، كيدعم منفذ التايب سي، فيه صراحه خصائص اللي زوينه، والتليفون اللي كنعتبره من افضل التليفونات ب 1500 درهم، ولكن النسخه 64 جيجا. والثمن ديال انفينيكس هوت 11 راه باقي 1500 درهم كما قلت لكم، الثمن ديالو راه ما تبدل، هذا هو الثمن باش كان به في الاول، هو نفس الثمن 1500 درهم، ما تزاد فيه حتى شي حاجه. اللي عندك 1600 درهم تليفونات في هذه الفئه اللي ما تزادش الثمن ديالهم، من افضل التليفونات من طبيعه الحال هو تيكنو سبارك 8 بي 8 بي. التليفون هذا اللي مازال ما درت ليه مراجعه، الا بغيتوني ندير ليه مراجعه فكتبوا لي في التحت في لي كومونتير ونجيبوا لاشين نجربوا ونشارك معكم التجربه ديالتو في اقرب وقت. فقط كتبوا لي لتحت قولوا لي بغيتوا مراجعه ديال هذا التليفون هذا. تيكنو سبارك 8 بي او لا 8 بي راه هو نفس التليفون تقريبا، هو نفس الانفينيكس هوت 11، يعني المواصفات راه بحال بحال، نفس المعالج نفس الشاشه تقريبا، ما بيناتهم حتى شي فرق. الفرق كاين هو في سعه التخزين. تيكنو سبارك 8 بي كيجي بسعه التخزين 128 جيجا مع 4 جيجا في الرام بطبيعه الحال، والانفينيكس الهوت 11 كيجي ب 64، ومن طبيعه الحال تيكنو سبارك 8 بي كيجينا فقط بالمايكرو يو اس بي، نوع ديال المنفذ ديال الشارج، والانفينيكس هوت 11 كما قلت لكم كيجينا بالتايب سي. فانا الا انت ما عندكش مشكل 64 جيجا كافيك، ولا كتستعمل كارت ميموار ولا لي سي دي كارت، فحسن لك تاخذ الانفينيكس هوت 11، ناقص عليك 100 درهم، وزيد كارت ميموار في هذيك الساعه شريها ب 100 درهم ولا 200 درهم بسعه كبيره وعمرها كيف بغيت. فالانفينيكس
هوت 11 كيبقى احسن. عندنا تليفون اخر في الفئه ديال 1600 وفي الفئه ديال 1700 درهم، ما تزادش الثمن ديالو من ريلمي، واخا الاغلبيه ديال التليفونات ديال ريلمي تزاد الثمن ديالهم، الا التليفون هذا لحد الساعه مازال ما تزادش الثمن ديالو، اللي هو ريلمي سي 25 ايكغيك، اللي ماشي بزاف حتى هو باش دخل السوق. النسخه ديال 464 فيه راه كدير 1600 درهم، غير هي قليله شويه في السوق، ما تزادش الثمن ديالها. والنسخه ديال 128 جيجا كدير 1700 درهم، حتى هي الثمن ديالها ما تزادش. هاد التليفون هذا اللي كيميزو هو المعالج اللي كيجي به، اللي كتعتبر من افضل المعالجات في هاد الفئه ديال 1600 1700، واللي هو اليونيسوك تي 618، معالج اللي كتعتبر زوين. الشاشه اللي كيجي فيها بطبيعه الحال غير شاشه اي بي اس ال سي دي بدقه ديال اتش دي بلس، ولكن كيبقاو الالوان ديالها زوينين حتى هي، انا ديجا جربت هاد التليفون. المهم على العموم كيبقى تليفون اللي مزيان، واللي مهتم به وبغى يشوف المراجعه ديالو حتى هو فراه دوزناه في القناه، غنخليها لكم مع الروابط اللي تحت. اكثر فئه تقريبا كتباع في المغرب هي الفئه ديال 1800 ولا 1750 درهم، اللي كان من افضل تليفونات فيها ريدمي 10، ريدمي 10 اللي تباعت بزاف. التليفون هذا تزاد الثمن ديالو، تزاد فيه تقريبا واحد 150 درهم اولا 200 درهم الثمن ديالو طلع. اكبر منافس ليه في هذه الفئه بالضبط ديال 1750 درهم هو الانفينيكس هوت 11 اس، اللي حتى هو ديجا درت ليه مراجعه، وكما قلت لكم في المراجعه باللي الفرق اللي بينه مع ريدمي 10 هو الكاميرا الالترا وايد اللي زايده في ريدمي 10. فالانفينيكس هوت 11 هو اللي غادي نرشح لكم اليوم كافضل تليفون تقدروا تاخذوه ب 1750 درهم، ما تزادش الثمن ديالو. طبعا بحال كيجي معالج افضل في هذه الفئه اللي هو الهيليو جي 88، كيجي بشاشه فول اتش دي بلس 90 هرتز، كيجي بكاميرا 50 ميجا بيكسل. المهم المواصفات ديالو بالمقارنه مع الثمن ديالو فراه كيبقى تليفون لي ممتاز بزاف، وخصوصا بعد ما طلع الثمن ديال المنافس ديالو اللي هو ريدمي 10. من افضل الاختيارات ايضا اللي متوفره في هذه الفئه ديال 1800 درهم هو الام 22 اللي كنا ديجا درنا ليه مراجعه على القناه، حتى هو الرابط ديال المراجعه نخلي لكم تحت الفيديو. تليفون اللي كتعتبر ممتاز بزاف، وللاسف تزاد الثمن ديالو، غير الثمن ديالو ما تزادش بشكل كبير، تزاد فيه تقريبا 50 درهم، كان كيدير 1800 درهم دابا كيدير 1850 درهم النسخه ديال 464. صراحه واخا تزاد في ديك 50 درهم سنين ترشحوا لكم في هذا الفيديو، لان 50 درهم كتبان لي ماشي شي حاجه اللي كثيره، وكيبقى حتى هو من افضل التليفونات اللي تقدر تاخذ في هذه الفئه هذه ديال 1800 1850 درهم. تليفون اللي ممتاز بزاف، واللي تليفون شبه متكامل، واكثر ما كيميزو هو الشاشه سوبر اموليد اللي كيجي بها التليفون هذا. ومطابق الحركة عارفين السوفتوير ديال سامسونج، وكيجي بمعالج المشهور جي 80 اللي بطبيعه الحال معالج اللي ممتاز كما تعودنا فيه، ممتاز بطبيعه الحال في هذه الفئه هذه، واخا كاين معالجات قوى منه بحال جي 88، كاين شويه الفرق بيناتهم. المهم ما عليناش، هذا التليفون هذا تورا درت ليه مراجعه كامله تقدروا تشوفوها، وهو اللي كنرشح لكم بالسعر ديال 1850 درهم في حاله عندكم هذه الميزانيه وبغيتوا تاخذوا تليفون حاليا. نجيو دابا للفئه المتوسطه، الفئه اللي بزاف ديال الناس كيسولوا فيها، اللي فيها تقريبا اربعه ديال المنافسين اللي معروفين، سامسونج الا 32، ريدمي نوت 10 اس، والريلمي 8، وانفينيكس نوت 11 برو. هادو هما اربعه ديال التليفونات اللي متوفرين في الفئه المتوسطه اللي كتعتبروا تليفونات متميزين، ولكن ثلاثه ديال التليفونات فهادو تزاد الثمن ديالهم. كنظن راكم عرفتهم حين ذكرتهم في الفيديو اللي فات، اللي هو ريلمي 8، سامسونج الا 32، ريدمي نوت 10 اس، هادو كامل الثمن ديالهم تزاد. فافضل تليفون نرشح لكم في الفئه ديال 2400 درهم الفئه المتوسطه هو الانفينيكس نوت 11 برو. تليفون حتى هو اللي كيجي بخصائص ممتازه، كيجي معالج ممتاز اللي هو الهيليو جي 96، شاشه اي بي اس ال سي دي 120 هرتز فول اتش دي بلس بطبيعه الحال، كاميرا 64 ميجا بيكسل، الكاميرا اللي كتعتبر مزيانه. المهم التليفون كيتعتبر من افضل التليفونات في الفئه المتوسطه، وابرز شيء ان الثمن ديالو ما تزادش، الثمن ديالو باقي بلاصتو 2400 درهم. نجيو دابا لاخر تليفون في هذا الفيديو، واللي الثمن ديالو كيدير حاليا 3000 درهم، واللي غادي نرشحو لكم كافضل تليفون تقدروا تاخذوه بسعر او بثمن ديال 3000 درهم. شي تيور كيبرزطوني هنايا ما عرفتش واش غتسمعوهم ولا لا. المهم ريدمي نوت 10 برو تليفون اللي ممتاز بزاف، وراكم كاملين عارفينو، حتى هو دزناه في القناه، المراجعه غادي تلقاوها لتحت، واخا قريبا دخل ريدمي 11 برو. انا كنهضر غير على اللي مضطر انه يشري دابا، مازال غنهضر على هذا الموضوع، ابقوا معايا. بالنسبه للريدمي نوت 10 برو الثمن ديالو تزاد، ولكن تزاد واحد النسبه اللي قليله، تزاد فيه تقريبا واحد 100 درهم. النسخه ديال 6 دابا 128 كدير 3000 درهم تقريبا، هذا هو الثمن باش دخلت في اول مره للسوق. بحال قلت ديك 100 درهم اللي كانت نقصات فيه في خلال المده اللي هو في السوق، دابا رجع بحال قلت رجع للثمن الاصلي باش دخل للسوق. فانا كيبان ليا باللي مازال تليفون يستحق 3000 درهم، باقي صفقه ممتازه لحد الان، ولكن هذه في حاله للناس اللي زربانين وباغي ياخذوا دابا. ف
فالخلاصه ديال هذا الفيديو، الى انت ما زربانش وفيك مازال ما يصبر شويه واحد شهرين او حتى 3 اشهر، فراه مزيان، فراه مجموعه من التليفونات قريبه غادي تدخل الاسواق، حيت الاول ديال السنه كيدخلوا بزاف ديال التليفونات، وغادي نشوفوا مواصفات جديده، وطبعا الحال غنشوفوا اسعار جديده. داكشي علاش بغيت نقول لك الا ما زربانش تسنى، هذه هي اهم هضره بغيت نقول في هذا الفيديو هذا، الا ما زربان تسنى. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. بغيت نقول لكم اللي ما متابعنيش على انستغرام ومهتم يشوف فيديوهات قصار اخبار تقنيه شي حاجه جديده تعلنات، فراه كنشاركها معكم في حساب ديالي في انستغرام، انستغرام ديالي غنخلي لكم في اول تعليق وفي الوسط ديال الفيديو تا هو، دخلوا تابعوني على انستغرام الا متمين. نشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.